أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وازكى السلام على المبعوث رحمه للخلائق اجمعين سيدنا المصطفى ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين نتقدم إلى ساحة القداسة، إلى سيدنا ومولانا وولي أمرنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التعازي وأحرها بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا السجاد علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما. تقدم منا الكلام في المحاضرة الأسبوعية الفائتة أن هنالك ثلاثة أمور لا بد من التنزه عنها للوصول الى مرحله التشيع الكامل او الوصول الى مقام الشيعي ذي النصاب الكامل هذه الامور الثلاثه هي الجبن والشك والحماقه اما الجبن والشك فقد اسهبنا في الحديث عنهما وتبقى كما وعدناكم ان نتحدث عن الامر الثالث وهو الحماقه ما معنى الحماقه اولا الحماقه بعباره مختصره هي نقصان العقل ليس المراد من الحماقه سلب العقل بالكليه وانما الاحمق عاقل ولكنه ناقص العقل لا يعرف كيف يزن الامور اين يضع الامور في مواضعها على سبيل المثال هذا يقال له احمق في مقابله الراشد او الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها ويكون عقله عقلا مكتملا نحن نعاني في أمتنا الشيعية ما كان يعانيه أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام في أزمانهم الأمراض التي تفشت في أوساطنا نحن كأمة كانت متفشية بنحو أو بآخر في أمم التشيع التي سلفت، كما أن فينا اليوم الشكاك الذين هم ذو إيمان متزلزل متذبذب، كذلك كان هنالك شكاك في أزمان الأئمة الأطهار. كما ان فينا ضعاف النفوس وضعاف الايمان والجبناء كذلك كان ممن عاصر الائمه الاطهار من المحسوبين على الشيعه والموالين كثير كذلك من الجبناء وكما انه في زماننا هذا نعاني ويعاني اهل الوعي من عالم التشيع يعانون من الحمقى فكذلك كان الائمه والاطهار عليهم الصلاه والسلام يعانون الحماقه داء اعيا او اعيت من يداويها والمشكله ايها الاخوه هي هذه ان هذه الامراض تسببت في خسارات فادحه خسارات باهظه او خسائر باهظه باهظه الثمن الحماقه على سبيل المثال كما بينا لكم في مطاوي بعض المحاضرات والدروس السابقه الحماقه من قبل بعض الشيعه او الموالين ادت الى سجن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام إحدى أسباب سجنه ومن ثم استشهاده كان نقصان عقل بعض أصحابه وبعض المحسوبين على الشيعة في ذلك الزمان فإذا حين نتحدث حول هذه الأمور فإنا ونركز عليها الضوء فانا لا نتحدث من باب ترف فكري مثلا او من باب وعظ وارشاد فحسب لا وانما نتحدث لاننا دفعنا اثمانا باهظه بسبب بقاء هذه الامراض في اوساطنا وليس هنالك اغلى من دماء المعصومين عليهم الصلاه والسلام اذا كانت الحماقه ادت الى مثل هذا فلا بد من ان نقف وقفه جديه في تشخيص هذا الداء وفي معالجته احدى اوجه الحماقه التي وقع فيها بعض الصلحاء نحن لا نتحدث هنا للعلم عن الخبثاء. نحن حين نتحدث عن الجبن وعن الشك وعن الحماقه، لسنا نعني ان هذه هذه الصفات كانت تخص الاشرار او الخبثاء في داخل عالم التشيع. الخبثاء من اصحاب الائمه عليهم الصلاه والسلام، لا. نحن نقول ان هذه الصفات السلبيه الممقوته كانت موجوده في الاخيار في الخيرين من اصحاب الائمه في الخيرين من الشيعه ولكن هذه كانت مشكلته احدى اوجه الحماقه خاصه في تلك الازمنه اي زمان حضور المعصومين عليهم الصلاه والسلام كان يتمثل بهذا التسرع في افشاء الاسرار اسرار اهل البيت اخباراتهم الغربيه الغيبيه التي كانوا يوصون بكتمانها خاصه عن العدو كان بعض المحسوبين على الشيعه يقعون في هذا الخطأ وهو انهم يتحدثون بلا تأن في كشف هذه الاسرار فأدى هذا الكشف في جملة ما أدى إليه إلى أن يقع الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في سجن هارون الطاغية العباسي عليه اللعنة. بينا لكم سابقا في الليالي الكاظمية أنه الإمام الكاظم طبقا لما وصلنا من الروايات كان يفترض أن يقوم بحركة سياسية كبيرة، ثورة. تؤدي الى تاسيس حكم اسلامي يمثل مرحله من مراحل تنفس المسلمين الصعداء من الظالمين فجوه زمنيه معينه ترتاح فيها الامه ثم يعود الظلم من جديد ويتزايد بطبيعه الحال الى ان يظهر صاحب الامر عليه الصلاه والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف فيقيم الدوله العادله الكامله التي تبقى. مهمه الامام الكاظم احدى مهماته هذا هذه كانت. هذه احدى مهماته. الروايات تشير الى هذا الامر. قام الامام الكاظم عليه السلام بتحركات معينه وكانت تحركات سريه. الذي حصل لا اقول الخبثاء والاشرار اقول الخيرين بسبب حماقتهم تحدثوا من شده فرحهم تحدثوا وبشروا بهذا الامر وتكلموا مع الناس واخبروهم ان الامام الكاظم سيكون على يده الفرج ماذا حصل هذه الانباء وصلت الى عيون وجواسيس السلطه فهارون فورا أمر بالقبض على الإمام الكاظم والقبض على الإمام الكاظم عليه السلام وجعله في السجن كان بلا أسباب إذا أخذنا عن الإمام الكاظم تصورا وهذا التصور الظاهري عند عموم الشيعة مع الأسف أنه أهل ال وهو لا شك هكذا أهل المحراب والعبادة والزهد إلى ما هنالك ألهذا فقط قام هارون الطاغيه العباسي بسجن الامام عليه السلام؟ كل. هذا لا يثير شيئا عند الدوله عند نظام الحكم لابد ان وراء الاكمه ما وراءها لابد انه كان هنالك تحرك كاظمي ما تعتبره الدوله ماذا؟ امرا يشكل خطرا عليها وهذا كان الامر تحركات الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام. الحماقه ادت الى ماذا؟ اولا الى اجهاض مشروع الامام الكاظم. دوله الامام الكاظم لم تتاسس والروايات تتحدث مضمونها يقول انكم اذعتم هذا الامر فاخره الله. لو ما اذعتموه لما اخره الله عز وجل. كان المفروض يتحقق على يد الامام الكاظم. طيب إذن أولى الخسائر هذه إحباط مشروع الإمام الكاظم اثنين سجن الإمام الكاظم واستشهاد الإمام الكاظم وهذه أكبر الخسائر ثلاثة وهي خسارة جدا كبيرة قل ما يلتفت إليها أنه بسبب هذه الحماقة نشأ دين جديد دين دين جديد كامل اسمه الدين الواقفة الفرقة التي شذت عن التشيع عن القول بالإثنى عشر عليهم الصلاة والسلام وقالت أن المهدي هو الإمام الكاظم كيف راجت هذه الفكرة وانطلت على العوام آنذاك بسبب الحماقة سمعوا من الثقات من الخيرين ان الامام الكاظم عليه السلام سيقيم دوله انه هو من سيقوم سيقوم وينهض بالامر فتصوروا ورووا في ذلك روايات بطبيعه الحال فتصوروا ان المهدي هو هذا ما افتهموا انه نعم الامام سيقوم حسب الخطه ولكن قيامه كقيام الامام امير المؤمنين عليه السلام بعد عهد من الظلم والجور قام امير المؤمنين نهض نهض بالامر شكل دولة شكل حكومه اراحت الناس مده اربع سنوات وكم شهر وبعدين مره اخرى ماذا رجع الظالم ليس هو المهدي الموعود صلوات الله عليه هذا الامر لانه ما كان متصورا بشكل جيد نشأت فرقة جديدة ذات دين جديد ولا أقول مذهب وزعمت أن الإمام الكاظم حي ونحن نقف عليه وأنكرت إمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه أنكرت الأئمة اللاحقين فمات كثر من الناس على عقيده جاهليه ما عرفوا امام زمانهم، بعد الامام الكاظم ما عرفوا علي بن موسى الرضا. ماتوا ميت جاهليه الى النار. شفتوا ايش قد الحماقه ممكن تودينا الى ستين دهيه مثل ما يقولون. مشكله هذه. لازم نتخلص من هذه القضيه. اضرب لكم نموذجا ايها الاخوه، نموذج مهم. هنالك رجل هذا كان من أصحاب الإمامين زين العابدين والباقر صلوات الله عليهم وهو بالأصل عبد غلام لمحمد بن الحنفية رجل اسمه أسلم يقال له اسلم المكي او اسلم القواس تجدون اسمه في الروايات لانه كان يقطن مكه وكان يتردد على الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام وياخذ منهم هذا الرجل على ما يستظهر من احواله وعلى ما يستظهر من الروايه ذاتها التي ساتيكم بها ان شاء الله تعالى بعد قليل انه كان محل ثقة محل الوثاقة عند الأئمة الأطهار عليهم السلام ويروي عنه مثل صفوان الذي عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة فالحاصل أمارات الوثاقة والخير لائحة على هذا الرجل كان موضع سر الأئمه عليهم السلام كانوا يكشفون له بعض بعض الأسرار الغيبيه ولكن مشكلته هذه كانت ليس على لسانه وكاء يعني بعبارة أخرى وقع في فخ الحماقه بصريح العباره مع أنه سريرته سريره نقيه كما قلنا نحن ليس كلامنا عن الخبثاء لا لا هذا من الخيرين من الاخيار ولكن هذه كانت مشكلته شويه ناقص عقل فسوى مشكله تامل في الروايه التي انقلها اليك وهي روايه معتبره للعلم والبعض يحاول يشكك في السند لكن هذه المناقشات غير دقيقه ما ملتفتين هؤلاء الروايه تجدونها في رجال الكشي عليه الرحمه في المجلد الثاني الصفحة 460 يروي عن أسلم مولى محمد بن الحنفية يعني عبد محمد بن الحنفية قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر جالسا مسندا ظهري إلى زمزم في المسجد الحرام والامام الباقر ايضا في المسجد الحرام، يقول جالس وياه وانا مسند ظهري الى زمزم، يعني حائط زمزم في ذلك الزمان. يقول: فمر علينا محمد بن عبد الله بن الحسن. هذا منو تعرفوا؟ اللي يسموه ذو النفس الزكية. وما هو بذي نفس زكية. ليس هكذا، هذا منحرف كان. مدعا للإمامة هذا رجل من سلالة الحسنيين هو وأبوه وأخوه هذول الجماعة عموما كانوا منحرفين هو والد عبد الله المحض هذا ويمكن حتى جده أيضا الحسن المثنى كانوا منحرفين عموما أخوه أيضا إبراهيم هؤلاء رفعوا راية شكلوا مرجعية في قبال مرجعية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام الشكل اعتبروها قضية تنافس بين فرعين يعني بين فرع الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام فيقولون يعني ما يصير كل الإمامة بيد الحسينيين من بعد الحسن والحسين بس الإمامة في سلالة الإمام الحسين لا احنا إلنا حق يعني فشكلوا ماذا مرجعية ودعوا الإمام بل ودعوا المهدوية أيضا هذا محمد بن عبد الله بن الحسن كان يدعي المهدوية والده كان يروج إليه أنه ترى هذا هو المهدي ومن وراء هؤلاء الخبثاء صار تحريف في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي فيها المهدي مني اسمه اسمي راحوا أضافوا شنو؟ واسم أبيه اسم أبي، ليش حتى يوافق اسم هذا؟ محمد ابن عبد الله ابن الحسن. هذا كله لازم تلاحظه حتى تعرف أسباب ومناشئ الوضع في الأحاديث الشريفة. الحاصل أسلم القواس هذا المكي هذا الغلام مولى محمد بن الحنفي يقول انا جالس مع الامام الباقر عليه السلام قرب زمزم وشوي اذا شنو هذا محمد بن عبد الله بن الحسن يجي غلام فتى في مقتبل عمره يقول فمر علينا محمد بن عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فقال ابو جعفر عليه السلام يا اسلم أتعرف هذا الشاب؟ قلت نعم هذا محمد بن عبد الله بن الحسن قال أما إنه سيظهر سيظهر يعني شنو؟ يعني راح يقوم بثوره وكما تعلمون هذا الرجل قام بثوره في المدينه المنوره على حكم الدوانيقي وحكم له كم يوم في المدينه وبهالكم يوم جاب الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام كان قد استشهد. جاب الإمام الصادق عليه السلام وطلب منه أن يبايعه، الإمام الصادق رفض، سجن الإمام الصادق. سجنه هو هذا نفسه. وشتم الإمام الصادق، والده شتم الإمام الصادق، قال له أنت تحسد ابني. أنت تدري أن الأمر هذا فينا وأن ابني هو المهدي. فأنت تحسد الإمام الصادق عليه السلام كان يقول له أنه مو قضية حسد ولكن هذا أمر ذاك الذي أنتم تتوقعوا المهدي الحقيقي لم يأتي أوانه بعد مو الآن وابنك ليس هذا هو المهدي فاتقوا الله اجلسوا ترى بعدين هذا راح يقتل مضيع يقتل يعني قتل دمهم هدر ضايع ضايع وصدق هالشكل صار ما حكم إلا كم يوم تخلوا عنه جاب الدوانيق هم جيش جرار دخل المدينة قبضوا على هذا قتلوا والدهم راحوا ذبوا بالسجن إلى أن مات في سجنه أخو إبراهيم راح البصرة سوى حركة ثورية أخرى في البصرة وأيضا قتل وكلهم قتلوا وشردوا بسبب ماذا عدم التزامهم بإمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام حركات تهورية حركات تهورية الإمام الباقر قبل وقوع هذه الأحداث وهذا ولد ما زال شاب غلام صغير الآن دخل المسجد الحرام حول الكعبة الامام الباقر لانه مطلع على الغيب باذن الله عز وجل يكشف هذا الامر المستقبلي الغيبي لاسلم المكي. يقول له تعرف هذا؟ يقول نعم هذا محمد بن عبد الله بن الحسن، يقول له اما انه سيظهر راح يثور ويقتل في حال مضيعه كله ضايع، يعني ماكو اي فائده مما يقوم به. ثم قال الإمام الباقر يخاطب أسلم يا أسلم لا تحدث بهذا الحديث أحدا فإنه عندك أمانة هذا ترى من الأسرار لا تحكي لا تتكلم لا تحدث بهذا الحديث أحدا اللي يكون عاقل شنو يفهم من كلام الإمام المعصوم بعد ما يصير هذا الكلام ما يتجاوز لساني بعد ما احدث به احد ابدا حتى ظلي لا احدثه به مو بعد زوجتي ابنائي اصحابي كذا حتى وإذا كانوا ثقات حتى إذا كانوا عظماء الإمام حرم علي قال لا تحدث بهذا الحديث احدا فإنه عندك أمانة زين قال أسلم هاي شوف كلها رواية أسلم يقول فحدثت به معروف بن خربوذ وأخذت عليه مثل ما أخذ علي سبحان الله هو الإمام أنت تقول الإمام يقول لي أنت تروي تقول الإمام حرم علي قال لا تحدث بهذا الحديث أحدا إيه ليش تروح تحدث معروف بن خربوذ هذه حماقة لو مو حماقة هذا نقصان عقل ام لا؟ الامام يقول لك لا تحدث احد، يقول لا انا رحت حدثت معروف ابن خربوث واخذت عليه مثل الذي اخذ علي الامام، يعني امانه قلت يا معروف ابن خربوث شنو؟ انه ترى لا تحدث بهذا الحديث احدا فانه عندك امانه. اي عقل هذا؟ شنو تبريرك؟ أن معروفاً من الثقات صحيح إحنا نقر نقول معروف ابن خربوذ من ثقات الأئمة عليهم السلام ما نقول لا مو معناه أنه إنسان معصوم أنه إنسان كامل من كل الجهات لا كان عنده أيضاً بعض التذبذب كما سيتبين ولكن أنت ما لك حق لأنه تفترض هذا رجل ثقة عند الأئمة فأنا يجوز السر للإمام أعطاني إياه أو أبلغني به أنا يجوز أروح أحدث هذا به هذا إثمه يقول فحدثت به معروف ابن خربوذ وأخذت عليه مثل ما أخذ عليه قال وكنا عند أبي جعفر عليه السلام غدوة وعشية نتردد احنا اربعه من اهل مكه احنا اربعه اربع رجال من اهل مكه من الموالين من الشيعه نتردد على الامام الباقر عليه السلام يقول فساله معروف عن هذا الحديث احنا جالسين ذات مره واذا معروف ابن خربوث يسال الامام الباقر عن هذا الحديث نفسه انه شنو قصه محمد بن عبد الله بن الحسن فقال أخبرني عن هذا الحديث الذي حدثنيه يعني حدثنيه أسلم فإني أحب أن أسمعه منك إذا أربعة موجودين واحد منهم أسلم واحد منهم معروف ابن خربوث والإمام الباقر عليه السلام أيضا موجود يقول إحنا أربعة مترددين على الإمام الباقر يعني الإمام الباقر خامسهم وإذا بمعروف يقول للإمام حدثني هاي الحديث اللي اسلم تكلم عن القضيه وقضيه محمد بن عبد الله بن الحسن فاني احب ان اسمعه منك قال يقول اسلم فالتفت الى اسلم الامام عليه السلام التفت الى اسلم وقال له يا اسلم قال له ها أنا شنو قلت لك يعني هذا معنى كلام الإمام عليه السلام لما يقول له يا أسلم متفقنا اتفقنا مو أنا قلت لا تحدث بهذا الحديث أحدا فإنه عندك أمانة فقال له أسلم جعلت فداك إني أخذت عليه مثل الذي أخذته أخذته علي يعني ده يحاول يعتذر الإمام يتوجه له يقول له يا أسلم ايش سويت؟ يقول يا ابن رسول الله ترى انا اخذت عليه مثل الذي اخذته علي يعني مثل ما قلت لي هذا ترى امانه ولا تقول لي احد انا هم قلت له هذا نقصان عقل فشوف هنا جواب الامام ماذا هذا ختام الروايه يقول فقال ابو جعفر عليه السلام العباره خطيره وحساسه بس لازم نقول فقال ابو جعفر عليه السلام لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة ارباعهم لنا شكاكا والربع الاخر احمق شوف ايش كلمه خطيره من الامام الباقر عليه الصلاه والسلام وحار في توجيهها المتوجه الذين يصرفون الكلام او يصرفونه هنا او هناك يوجهونه هنا او هناك حار في توجيهها الموجهون. الامام يقول لو كان الناس كلهم لنا شيعه لكان ثلاثة ارباعهم لكان ثلاثة ارباعهم لنا شكاكا. والربع الاخر احمق الى ماذا يشير الامام التفتوا جيدا من هم الذين دخلوا على الامام يقول احنا اربعه غدوه وعشيه نتردد على الامام عليه الصلاه والسلام بلحاظ هؤلاء الاربعه، الامام عليه السلام اراد ان يبين لهؤلاء الاربعه صفاتهم السلبيه، فتحدث بصيغه العموم، قال: لو كان الناس كلهم لنا شيعه، وهو يقصد من؟ الاربعه، هكذا نحن نفهم العبائر المعصوميه. لأنه البعض شنو داخوا إنه هذا شنو معنى الناس كلهم شنو إما شكاك ثلاثة أرباعهم خمسة وسبعين بالمية خمسة وعشرين منهم هم شنو حمقى وهاي كل الشيعة هاي يلا شي حلون شي ربطون لا يا أخي أنت افهم افهم معاني كلمات المعصومين عليهم السلام كما قلنا لكم سابقا المشكله هي هذه فهم عبائر المعصومين وتعبيراتهم بدقه لا يتاتى لكل احد يحتاج الى ذلك الذي يكون ممارسا خبيرا مطلعا جائلا في صائلا في كلماتهم صلوات الله عليهم قضى عمره في تتبع كلماتهم وثم المقابله بين تعبيراتهم وعطفها على القران بعدين يفهم المعنى ما هو هذه من التعابير الكنائيه لان الامام لا يريد ان يهين الاربعه مباشره فقال لو كان الناس كلهم لنا شيعه لكان ثلاثه ارباعهم ماذا شكاكا والربع الرابع, الرابع احمق يعني انتم هنا اربع قاعدين يمي مو هالشكل ترى ثلاثه منكم شكاك واحد منكم الربع هذا الرابع شنو احمق اللي هو من اسلم معروف ابن خربوذ الذي هو من ثقات الائمه من الشكاك شلون من الشكاك لانه تعال قل لي اسلم يقول له الامام الباقر هالشكل يقول يقول محمد بن عبد الله بن الحسن سيظهر ويقتل في حال مضيعه ويعرف أن أسلم ماذا لا يكذب على الإمام عليه السلام لأنه أيضا من الثقات بعد جمال أنت على شنو تروح تسأل الإمام تريد تتأكد إذا أنت شاك أنت من الشكاك صحيح أن البعض يقول لا هو يريد يستوثق أكثر يريد يتأكد هذا حرفيا كلام المعصوم عليه السلام ولكن بالنتيجة هذا ضرب من ضروب ماذا؟ ضروب الشك أنت تتشك إذا ترى أخيار هذول محبين الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ماتوا على الإيمان هؤلاء هذول رافضة رافضة بس هذه مشكلته شوف حالة التذبذب التردد شك ثلاثة منهم شكاك وهذا الرابع شنو أحمق مع الأسف الشديد ونقول ناقص العقل ناقص عقل ليش تروح تبلغ هذا السر لغيرك حتى إذا كنت ذاك أيضا مثلك شيعي ورافضي ومؤمن وتقي وثقة وعادل بس ما لك حق تتكلم هذه ظاهرة كانت موجودة وما زالت موجودة احنا حكينا عن الشك وقلنا ان الشك مفهوم عام واسع ممكن ان يقع فيه العظماء كذلك مو معناه الشك في اصول الدين الشاك في اصول الدين خارج عن حد الايمان احنا نحكي عن الشك في مثل هذه الفروع في مثل هذه الاخبارات من هذا القبيل هذا تبين لكم في المحاضرة السابقة أنه وقع فيه هذا الخطأ هذا التقصير سمي ما شئت وقع فيه عظماء مثل من؟ مثل سلمان مثل أبو ذر الوحيد الذي أسلم من؟ المقداد سلم من هذا مشكل أنا وأنت كلنا معرضين لمثل هذه الأمراض وبغير إرادة منا إحنا نصاب بهذه الأمراض يعني شوفوا داء الشك نعوذ بالله داء الجبن الخوف عندنا ورطة كبيرة إحنا مع الخوافين والجبناء شو نسوي داء الحماقة هم عندنا ورطة كبيرة شو نسوي؟ ندري هؤلاء خيرون هذا الذي أصيبوا به من أمراض ما كان بإرادة منهم بس بعد احنا اللي علينا شو نسوي؟ نحاول نحاول قدر المستطاع ننزه أنفسنا عن هذه الأمور الثلاثة المهلكة شك جبن حماقة شيء جدا مهم زين ما هي شوي نركز على هذه النقطة الثالثة نقطة الحماقة نشوف ما هي علامات الحماقة شلون واحد يكتشف لا سمح الله أنه فيه هذا الداء أو في غيره هذا الداء فيحاول بسرعة أن يتدارك الأمر بسرعة يعالج الأمر نعرض بعض الروايات حول هذا الشأن جدا مهم الرواية الأولى يرويها الصدوق في علل الشرايع في المجلد الاول الصفحه 101 بسنده عن محمد بن ابي عمير عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما خلق الله عز وجل شيئا ابغض اليه من الاحمق لأنه سلبه أحب الأشياء إليه وهو العقل الأحمق مبغوض عند الله عز وجل ليش؟ ميزتك أنت كإنسان هي في كونك عاقلا ترى وش اللي ميزك عن باقي المخلوقات عن باقي البهايم مثلا أجلكم الله أنك ماذا؟ أودعت العقل أودع فيك العقل فصرت عاقلا فإذا الإنسان سلب هذا العقل نقص هذا العقل فإنه يصبح مبغوضا عند الله لازم تحافظ على تنميتك العقلية تنمي عقلك دائما زين رواية ثانية يرويها المفيد في الاختصاص في الصفحه 221 عن ابي الربيع الشامي قال قال ابو عبد الله عليه السلام من اعجب بنفسه هلك ومن اعجب برايه هلك تشوف اكو بعض الناس خاصه اصحاب الظاهره البالونيه أهواية عندهم هاي المشكله الاعجاب بالنفس عجب يعجب اهوايه بنفسه يعجب اهوايه برايه يعتبر ان رايه كانه ماذا قول معصومي او حكم معصومي اصلا لا يقبل المناقشه حتى حتى المناقشه ما يقبل يعني ما يجعل احتمال واحد بالمليون انه رأي غلط او ان اعتداده بنفسه غلط هذا ضرب من الحماقه قال الصادق عليه السلام من اعجب بنفسه هلك ومن اعجب برايه هلك وان عيسى ابن مريم عليهما السلام هاي تتمه كلام الامام الصادق وإن عيسى بن مريم قال داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله شوف ايش قد أمور صارت وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه الميت يقول عالجته أحييته أكمه وأبرص عالجته المرضى عالجتهم كل شيء كل الأمراض استطعت أن أعالجها إلا مرض واحد مرض الأحمق مرض الحماقة جدا صعب صدق جدا صعب تطلع روحك مو إحنا مجربين مجربين نحاول مع بعض حمقى ايش قدهم تحكي؟ ثلاث ساعات اربع ساعات هم ماكو فائده ماكو فائده هنا، هنا شنو اكو ما تدري ما تدري شوف المسيح عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: وعالجت الاحمق فلم اقدر على اصلاحه فقيل يا روح الله وما الاحمق؟ من هو الاحمق؟ قال المعجب برايه ونفسه هذا اللي عنده عجب سائد بالراي وبالنفس المعجب برايه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا عليه يقول ماكو ترى افضل مني ماكو ابدا ماكو اعلم مني اعلم مني ماكو ماكو كاريزما اكبر من كاريزما مالتي هذا هذا شوف هذا نفخ الذات تعاظم يصير عنده شنو تعاظم ظاهره شنو بالونيه ينتفخ ينتفخ والناس هم يتفخوا شويه شويه الى ان اخر شيء ينفجر وين يلاقي نفسه نعوذ بالله في جهنم وبئس المصير مشكله يقول وما يا روح الله وما الاحماق قال المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا عليه ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، يقول انا صاحب الحق ماكو احد عليه حق علي ابدا، له حق علي ابدا ماكو ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته ما كحي المسيح ابن مريم كان يئن من هذه الظاهرة يقول هذا أنا عجزت ما قدرت عليه هذا لا حيلة في مداواته يا بنفس المضمون، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنده كلمات مشرقات في هذا الخصوص في علائم، علامات الحماقة إذا ما اعترت الإنسان نعوذ بالله يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما رواه الليثي والواسطي في عيون الحكم يقول أحمق الناس، من ظن أنه أعقل الناس شوف ايش كلمة عظيمة هذا اللي يقول ليس هنالك اعقل مني يتصور هو العاقل الاول هذا الذي يظن في نفسه هذا الظن هو احمق الناس شوف يا اخي مهما بلغت من مقام وصلت الى مقام ان ترى الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم يصير ممكن ان تصل أنت خير، أنت شريف، متقي، مؤمن، موالي، تعمل بالواجبات، تجتنب عن المحرمات، متفاني في نصرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نعم، تصل 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 ترتفع 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 بعدين توصل إلى مرحلة تظن بسبب هذه الأمور أنا أرى الحجة ابن الحسن تقول أنا أعقل الناس، أنا أكمل الناس، يصير عندك اعتداد بالنفس. اعتداد بالراي اعتداد بالعجب يصير عندك اذا ظننت هذا فورا تنحدر الى اسفل سافلين وتصير شنو احمق الناس بل عم ابن هوايه اهوايه صحت اهوايه الى ان حاز على ماذا على الاسم الاعظم هذا كان بالفعل أكمل الكمل في زمانه أم لا تحصل الاسم الأعظم شنو ببساطة تحصل الاسم الأعظم مو ببساطة هذا لا شك مقامة جدا كان عالي وارتفع لكن شنو صار بعدين نعوذ بالله مثله كمثل الكلب انحدر هذا داؤه لما واحد يتوقع أنه أعقل الناس هذا أحمق الناس قال امير المؤمنين عليه السلام احمق الناس من ظن انه اعقل الناس ويقول عليه السلام ايضا من امارات الاحمق كثره تلونه هذه مساله مهمه نفسر كثرة التلون على وجهين إما أن يكون المعنى كثرة تقلبه بين الآراء كل يوم عند رأي شكل مع الهوى شايف أكو بعض الناس مع الهوى وإحنا هم عاصرنا بعضهم هذا على الموضة شنو أكو موضة الرائجه وهو على اساس متدين وخدمه خدمه لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام، بس يشوف شنو الهوى الان الرائج شنو؟ الموضه الرائجه شنو؟ يمشي وياه هذا يصير شنو؟ تلون يوم تلاقيه صاير قومي قومي عروبي هالشكل يحكي عن التشيع العربي والتشيع العروبي والى اخره، شايف شلون؟ انساق وراء الموجة القومية خصوصا في الخمسينات في الستينات الأيام انساق بعدين تجي فجأة موجة شيوعية فتلاقي يصير شيوع يحكي عن الاقتصاد الاجتماعي في الإسلام وعن العدالة والمساواة في الإسلام وعن الكذا فتلاقي شنو نبرة كلامة صارت شنو شيوعية وبعضهم ألفوا بالنجف ألفوا بالنجف ألفوا الشيوعية شنو الشيوعية هي الإسلام تقريباً هالشكل شيء يعني أنه يصير مساواة بين الشيوعية والإسلام وأن الشيوعية لا تناقض الإسلام وإلى آخره بعدين تجيلك لك فترة موجة ثورية انقلابية انقلاب إيران أو ثورة إيران على الشاه سوتها موجة فتلاقي هذا اللي كان سابقا كتكوت يحكي بالتقية صار ثاني يوم مجاهد وكلال للتقية لا تقية بعد اليوم ومن هذا الحكي صار موجة موضة بعدين يشوف لا صارت مشاكل كثيرة ومراجع سحبة وتأييدهم للنظام وقالوا هذا مو صحيح وإلى آخره يروح يمشي مع تلك الموجة يوم ولائي يوم مو ولائي يوم بتري يوم مو بتري يوم مع الشعائر يوم ضد الشعائر يوم بعدين هم تجي الديمقراطية الغربية والليبرالية والعلمانية وأم يدخل مع الداخلين وينساق مع مع المنساقين حشر مع الناس عيد اللي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يرد على هذه المقولة الباطلة فيقول أحشر مع الناس إلى جهنم عيد هذا أكو ناس هالشكل يشوفون شنو الوضع ما إلى خلق بصريح العبارة نقول ما إلى خلق يسبح عكس التيار هاي مشكلة شو اسوي بهالطلايب هاي أسبح عكس التيار يوم عندي مشكلة وصراع مع هذه الجبهة ومع تلك الجبهة ومع هذا الحزب وذاك الحزب ومع هذا النظام ومع ذاك النظام مع هاي المرجعية وتلك المرجعية وهذا حالة موجودة هذه ما أسبح عكس التيار الإسلام للعلم هذه خذها قاعدة لديك هواية تنتفع منها عموما الإسلام يدعوك إلى أن تسبح عكس التيار أصلا هذا هو اختبار الله عز وجل لعباده عندك استعداد تسبح عكس التيار ولا دائما كن من الأكثرية واتجاه الأكثرية على حذر دائماً دائما اصلا اجعل شوفوا يعني اجعل الاصل الشك في اتجاه الاكثريه اذا صارت اكثريه تتجه باتجاه معين شك قل لابد اكو شيء غلط حتى وان بدا الامر انه صواب من كل الجهات شك حقق 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 اذا صدق صدق يعني شفت انه اتجاه الاكثريه صحيح امشي مع الاكثريه اما دائما دير بالك لا تمشي مع الاكثريه فتش عن وقليل من عبادي الشكور فتش عن القله دائما الحق دا عاده عاده الحق مع القله حتى حين يكون الحق مع الاكثريه ترى ان نقحت وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني شوف ما بعد الفتح بعد فتح مكه صارت الاكثريه ظاهرا على الحق مو هالشكل صاروا كلهم مسلمين بعض النبي صلى الله عليه واله استولى على الجزيره العربيه كلها، حكم الجزيره وكل القبائل دخلوا بعد في دين الله افواجا مو شكل؟ صارت الاكثريه الساحقه ماذا؟ مسلمون فيفترض انهم ماذا؟ على حق، اما لما تحقق زين شويه ذولا شنو؟ تمحصهم ذولا نفسهم المسلمين وكذا، كم واحد يصفى لك منهم؟ كم واحد كان؟ هذول نفسهم الاكثريه في زمان النبي صلى الله عليه واله، كم واحد يصفى منهم اللي صدق مؤمن مؤمن ذا نصاب كامل في الايمان؟ قله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يطلع لك ابو بكر يطلع مو مؤمن، زنديق منافق، عمر نفس الشيء، عائشه يعني في بيت النبي، شوف ازواج النبي صلى الله عليه واله تكتشف انهم كفار منافقون. دائما كن عن الأكثرية من الأكثرية كن على حذر ودائما وطن نفسك على السباحة عكس التيار اسبح عكس التيار امشي روح قول ما يهمني أنا لا أصغي إلى معترض سواء ذم أم مدحا أنا ماشي في طريقي أمشي ما طول أعتقد بأن هذا الطريق هو الذي رسمه لله عز وجل ورسوله ولا إما لطار عليهم السلام أنا أمشي به علي لا أصغي لا معترض نعم يجيب حكم قرآني حكم نبوي حكم معصومي يبطل هذا المنهج أهلا وسهلا نخضع نخضع للسماء أما نخضع للأرض لا ما نسوي سقفنا السماء فقط هذه مساله جدا لازم تلاحظ فاذا الوجه الاول من تفسيرنا لقول امير المؤمنين عليه السلام من امارات الاحمق كثره تلونه انه كل يوم عنده راي من باب حشر مع الناس عيد فكل يوم تتبدل الوانه يوم اصفر يوم اخضر يوم احمر حسب حسب الاجواء شيوعي يصير لونه لون احمر ليبرالي يصير لونه لون شنو؟ ازرق مثلا وهكذا تتغير الالوان تتغير لا انت لازم يكون لونك لون واحد لون رافضي هالشكل ولايه براءه مؤمن ملتزم لون واحد تستمر عليه هذا الوجه الاول من امارات الاحمق من علامات الاحمق كثره تلونه نقول امير المؤمنين عليه السلام كان يقصد هذا مثلا هناك معنى آخر أيضا من علامات أو من أمارات الأحمق كثرة تلونه يعني كثرة تبدل مواقفه بسبب كونه منافقا يعني غير ثابت الإيمان إيمانه غير راسخ فماذا يحصل؟ يتلون يصير ذا وجهين بل ذا وجوه يروح عند هاي الجماعة يحكي بما يرضي هاي الجماعة يروح عند تلك الجماعة يحكي بما يرضي تلك الجماعة كل يوم عند اللون لأنه هو في قرارة نفسه منافق يهتم باسترضاء الناس والجماعات واصحاب الجاه واصحاب النفوذ والمقامات واصحاب الرئاسه على حساب الدين فيصير عنده تلون هذا متلون وعندنا روايات كثيره في ذم المتلون وان الناس متلونون وانه حتى واحد لازم يسيء الظن في هؤلاء مو فقط بعد يعني قاعدة احمل أخاك ماكو على حسن الظن هذه على خي على سبعين محملا يعني حسن الظن هي الأصل لا في خصوص هؤلاء المتلونين في الزمان السيء الذي يغلب عليه الأشرار والمتلونون تنقلب القاعدة إلى أن تحمل أولا على سوء الظن إلى أن يتبين ذلك يتبين الإيمان منه هذه روايات موجودة عندك توازن لازم يصير عندك كما بينا اكثر من مره لازم ايها الاخوه نتحلى بالتوازن المنهجي. فاذا هذا التفسير ايضا هذا المعنى محتمل ايضا من كلام امير المؤمنين صلوات الله عليه من امارات الاحمق كثره تلونه، زين. ماذا يقول امير المؤمنين عليه السلام ايضا في تشخيص داء الحماقه وبيان علامات الاحمق؟ يقول: تعرف حماقة الرجل في ثلاث في كلامه فيما لا يعنيه هذه مشكلة عامة كل يتكلم عادة في هذه الثلاثة أمور وهو لا يفهم فيها ولا تعنيه السياسة والدين والأمر الثالث ما أريد أقوله على المنبر ما أريد أقوله المهم عادة الناس تتكلم في هذه الأمور لغو كلام لا يعني كلام ما يخصك ليش تتكلم هذا الكلام فيما لا يعني أيضا ينبغي أن نتنزه عنه هذه من علامات الأحمق هذه في كلامه فيما لا يعني زين وجوابه عما لا يسأل عنه وهذه أيضا مشكلة تلاقي واحد مؤمن مسكين يريد يتوجه إلى واحد من العلماء مثلا أو واحد من الرجال الدين المتفقهين مثلا يسألوا عن مسألة شرعية، فصاحبه يقول له وين رايح؟ يقول رايح إلى فلان حتى يسأله مسألة شرعية، يقول له شنو مسألتك؟ يقول له كذا، يقول له يجوز مالك علاقة أنا أدري يجوز، هو يجاوب وتقع مصائب وتقع مشاكل ولا حصر لها ذات مرة نقلت لكم يمكن أنه إحدى المؤمنات في الكويت أرادت السؤال أرادت الاستفتاء فأفتيت من إحدى صاحباتها هي طلقها زوجها بعد انقطاع عن زوجها أكثر يمكن من سنة يعني من فصلين من سنة بس ما صاير طلاق فما مقاربها وبعدين طلقها بعد شهر أكثر أقل تقدم لها واحد. رادت تسأل يجوز أنا أتزوج هذا الثاني لو لازم أتم العدة لأنه أنا زوجي ما قاربني مدة سنة كاملة. فهذا ممكن يكفي. فواحدة من صديقاتها قالت له إي لا يجوز ماكو إشكال. هذا تجاوز خلاص. وبالفعل تزوجت الثاني. وعاشت معاه يمكن 18 19 سنة. وجابوا أولاد. عرفت شلون؟ وبعدين فد يوم اكتشفت كانت حاضرة في مجلس، حاضرة في مكان معين انه هذا العقد الثاني باطل، عقد في العدة ومعنى ذلك انها فورا تبين من هذا الرجل، تنفصل عنه، فورا يفرق بينهما ولا يجوز ان يتزوجها ابدا، تصير حرام عليه الى الأبد، كل شاره ماكو، حل ماكو، والأولاد كلهم أولاد شبهة. يلا هاي مشكله شنو وجوابه عما لا يسال عنه ليش تتكلم ليش تجاوب عن شيء الذي لا تعرفه لا تتكلم سواء في الاحكام الشرعيه هذه بحد ذاتها ترى مصيبه وفي ال وفي اصول الدين ايضا لا تتكلم في مواقف الائمه الطاهرين عليهم الصلاه والسلام لا تتكلم لا تتكلم فيما لا تفقه لا تقول هذا مو منهج اهل البيت انت رجل عامي ما تفتهم ما تدري هذا منهج اهل البيت لو مو منهج اهل البيت ما تعرف لا تجب عما لا تسال عنه يعني لا تسال عنه يوم القيامه مو وظيفتك لا تجب وجوابه عما لا يسال عنه وتهوره في الامور يتهور يفرط يصير عنده تهور وهذا يحتاج الى مناقشه او الى محاضره مستقله هذا موضوع التهور لانه مع الاسف الامر ملتبس الناس تتهور في الامور التي تشبه الحق كثيرا هذا الداء موجود في اوساطنا الشيعيه اذا الشيء يشبه الحق اهوايه نتهور به اهوايه مثل قضايا الحركات السياسية من دون ما أسهب في الموضوع الآن هذا يحتاج محاضرة كما قلنا مستقلة حركات سياسية لأنه باسم الدين وباسم الولاية للأئمة الطاهرين عليهم السلام ومقارعة الطغاة والثورة على الطغاة إهواية يصير تهورات وتقع دماء تقع مشاكل والله يغفر لنا ولهم يوم القيامة نشوف شي يصير يوم القيامة بس مشكلة دماء دماء راحت ايها الاخوه كثير من دماء المؤمنين والمؤمنات ذهبت سدى وهدرا بسبب حماقات سياسيه واحنا كلامنا عن شنو؟ محاضرتنا عن شنو؟ عن الحماقه حماقات ما ودت ولا جابت ما سوت لنا اي شيء ابدا حماقات سياسيه حرام ما يجوز لك تتهور في الامور تدفع المؤمنين الى الهلاك بسبب حماقاتك السياسيه، حتى اذا نيتك نيه خير لابد تسترشد، لابد ترجع الى الفقيه الراشد الحاكم الشرعي، مو بكيفك انت تعلن الثوره وتقوم الناس وتقعد الناس، مو بكيفك أنتم إذا تذكرون أيها الأخوة كم مرة رحنا نسأل بالبث المباشر وما شاكر من أهل البحرين وغيره أنه شنو تكليفنا شنو نسوي أقول أنا هذا رؤيتي أنه الشكل لازم يصير مثلا بحرين الكبرى على هذا يسوى ثورة وكذا وبعدين أكد أقول كل هذا منوط بإذن الحاكم الشرعي تروحون لسيد المرجع دام ظله قبل تمشون على اللي أنا أقترحه ما قبل خلاص هذا الكلام كله ذبوب البحر إحنا ما لنا كلام مقابل كلام السيد المرجع ليش؟ لأنه ذاك اللي يحاسب يوم القيامة هذا النائب هذا هو الذي جعله الشرع وجعله الأئمة عليهم السلام حاكما الإمام يقول إني جعلته عليكم حاكما هو يتحمل مسؤولية إحنا نقدم تصورات مقترحات آراء أما أن ننهض بالأمر على نحو الاستقلال ما يدرينا أن تصورنا صحيح وانه ليس نعوذ بالله ضربا من ضروب الحماقه ما يدرينا انه لا يكون نوعا من انواع التهور من يتحمل مسؤوليه هذه الدماء هذه مساله جدا مهمه شوف من علامات الاحمق ايضا وتهوره في الامور زين ايضا يقول الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه تعرف حماقه الرجل بالأشر في النعمة الأشر في النعمة يعني الحدية في النعمة يصير حاد إذا هو في حالة رخاء ونعمة هواية تلاقيه طز يصير حاد شديد إيه لازم نجاهد لازم نسوي كذا إلى آخره بس تقع الحرب إنجاز التعبير تقع المحنة شنو يصير يقول وكثرة الذل في المحنة بس تقع محنة يذل ينذل يصير خاضع يصير جبان أين حديتك إذن؟ صحيح من علامات المؤمن أن تكون فيه حد كما يقول الإمام الصادق عليه السلام ما يصير مؤمن موحد مؤمن حقيقي لازم يكون حاد مثل السيف بس في ماذا؟ في الحق مو في الباطل احنا مشكلتنا عادة في الباطل نصير كل واحد منا ما شاء الله حاد وفي النعمة أما حين يحمي الوطيس حين يشتد الأمر حين تأتي المحنة لا شنو يصير بينا؟ انذل مع الاسف الشديد تصير حاله مذله مطبقه بشكل عجيب بس يدوسون النا على طرف فورا تصير مذله ومذله تقولب شرعيا ايضا وهنا هذه مشكله كبيره انه المذله بحد ذاتها مصيبه والمصيبه الاكبر أن تقولب المذلة شرعيا يعني تكسب قالبا شرعيا ناس تنظر للذل باسم الشرع باسم مبادئ الشرع باسم أحكام الشرع كالتقية مثلا يحولوها إلى تقية ذل والأئمة عليهم السلام لا يرضون بذلك إلى إما يرضون بالتقية التي تكون تقية عز للمؤمن يعني مخرجاتها منتهاها تكوين حالة العزة للمؤمن وكأن هذا المؤمن محارب حرب لمن حاربكم يعمل بالتقية لالتقاط الأنفاس استراحة المحارب ما يقولون استراحة محارب هكذا هذه هذا النوع من التقية التي اجازها واباحها الائمه الاطهار اما التقيه التي تفضي الى اذلالك الى اذلال دينك نعوذ بالله الى اذلال طائفتك الى اذلال جماعه المؤمنين فهذه تقيه محرمه لا يرتضيها الائمه الاطهار صلوات الله عليه ابدا لا يرتضونها اصحاب الحسين صلوات الله عليه، ما الذي جعلهم خير الاصحاب؟ اني لا اعلم اصحابا ابر واوفى ولا خيرا من اصحابي، هذا ما يقوله ابو عبد الله الحسين عليه الصلاه والسلام، وكما قلت لكم هنالك بحث في المجامع العلميه ان اصحاب الحسين خير من اصحاب جميع الرسل والانبياء والاوصياء على الاطلاق. افضل واخير من اصحاب رسول الله، من اصحاب امير المؤمنين، من اصحاب الحسن، من اصحاب الائمه الطاهرين عليهم الصلاه والسلام، لماذا؟ اذا تاملتم ايها الاخوه ولا يسعنا ان نفصل في هذا الامر كثيرا. اذا تاملتم تجدون أن أصحاب الحسين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين كانت هذه الخصال السيئة الصفات السيئة هذه الثلاثة هذه الصفات ما موجودة بها كانوا متنزهين عن تلك الصفات لا شك عندهم شك ما ذرة شك هم ما يقول الإمام عليه والسلام ألسنا على الحق قال بلى قال إذن لا نهاب الموت خلص فيما نهاب الموت إذا يقول إنكم تقتلون غدا يقول قد أعزنا الله وشرفنا بالقتل معك يا ابن رسول الله شوف شلون هكذا جدية وثبات وإيمان صادق مخلص بلا ذرة شك ماضي على منهاجهم مؤمنين نقطه ثانيه جبن تعال فتش هل كان في قاموس احد من اصحاب الحسين مفرده الجبن تعال شوف من منهم نكس من منهم فر من منهم تراجع من منهم ادبر لا احد على الاطلاق اروع واعظم معركه في تسطير بطولات الشجاعة والإقدام من ثلة مؤمنة قليلة لا تتجاوز السبعين إلا ببضع أفراد مقابل ثلاثين ألف ولا ربما أكثر ما كانوا يعرفون الجبن معنا لذلك وصلوا إلى أعلى المراتب وما كانوا يعرفون الحماقة ما كانوا حمقى آخرون ترددوا وتراجعوا كانوا حمقى ما نصروا الحسين عليه السلام ثم بكوا عليه بكوا كثيرا وتأثروا هذه ثورة التوابين هذه للعلم أحد أسبابها هو تفشي حالة الحماقة نقصان عقل ذات مرة طرحت لكم نموذج الطرماح ابن الحكم هذا واحد الإمام الحسين عليه السلام في اتجاهه نحو كربلاء التقى به في الطريق هذا من أهل الكوفة قال للإمام عليه السلام إلى أين ابن رسول الله مضمون الكلام قال أنا رايح بعد الاستشهاد تعال انصرني وتعال معي هذا قال أنا تارك عائلتي وكذا فالأمتر لهم مير أروح أجيب لهم أشوي أجهز لهم طعام مأكولات مشروبات ما عندهم يعني كثير أجهزهم أرتب وضعهم بعدين أجيك ألتحق بك الإمام ما قال ليش بالفعل هذا صادق كان ما كان كاذبا خيرا على ما يبدو يقول رحت أنا وامترت لأهلي ودعتهم وإلى آخره ورحت اتجهت نحو كربلاء قبل ما أوصل إلى كربلاء شفت واحد راجع قلت له ما الخبر قال قتل الحسين بن علي خلاص راح فرجع أدراجه ضيع شرف الاستشهاد بين يدي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل ماذا؟ يقول أنا دا أحاتي أهلي وأسرتي لازم شوي أجهز لهم مأكولات ومشروبات هذا ضرب من الحماقة ونقصان العقل أم لا؟ كلهم إلى كلهم إلى الله عز وجل وكلهم الله عز وجل خلص خلي الله يتكفل بهم عائلتك خلص ونعم بالله عز وجل توكل على الله وفوض أمرك وأمرهم إلى الله عز وجل بس لا تفوت الفرصة روح لو كنت رايح الآن كان وين وصلت أي مقام وصلت أما الآن من يدري من الطرماح من الحكم من أصلا سامع به من أصلا يعرفه إلا الله من اللي يفتش بالكتب لا مقام لا في الدنيا ولا في الآخرة على ما يبدو أيضا أيوة. لأنه صار عنده هذا التقصير في نصرة سيد الشهداء عليه السلام إذا الله غفر له في الآخرة يمكن يروح الشكل في أدنى مراتب الجنة الله العالم إحنا لازم نتنزه عن هذه الصفات السلبية هذه النقاط التي تخدش في إيماننا الكامل في تشيعنا ذي النصاب الكامل لا للجبن لا للشك لا للحماقه اعرفوا هذه الامور كلنا معرضون لان نقع فيها الان اذا اردت ان اعدد لكم ضروب الحماقه التي يقع فيها كثير من المؤمنين ما رح نخلص الى الفجر كثير من ضروب الحماقه موجوده ولكن الناس لا تلتفت بسبب ان حاله الحماقه مخيمه علينا مع الاسف الشديد متفشيه مع الاسف الشديد يقال لك لا تتكلموا هذا الكلام الجهري الصريح ضد رموز اهل الخلاف هذا لا يجوز الم يقل الائمه كونوا دعاه لنا بغير السنتكم أما قال الأئمة هذا هذه شبهة منشأها الحماقة <applause> لأنه إذا تريد تستدل بهذا الحديث لمنع المؤمنين الدعاة عن المجاهرة بالبراءة من أعداء أهل البيت وتبيان مساوئ أعداء أهل البيت فإنتهم لازم أنت على المنبر تنزل الإمام أنت تريد تستدل به يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم ليش تتكلم انزل أحمق ما فاهم الحديث كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم يعني حتى في الولاية ما يجوز لك تتكلم إذن على تفسيرك المغلوط خلاص بغير ألسنتكم لازم ما تدعو باللسان أخلاقيات وهالشكل ادعوا لأهل البيت يشوفون أخلاقك الزينة الأمانة الصدق الوثاقة إلى آخره يتجهون الى التشيع لا تكونوا دعاه لنا بغير. لا لا تدعوا لنا بغير خلاص هذا حماق كثير من الحماقات موجوده تحتاج الى تشخيص وعلاج لانه تشخيص هذه الحماقات هو الذي يرجعنا الى الوراء ايها الاخوه نحن امه عظيمه الان بتضحيات الأئمة الاطهار عليهم السلام بتضحيات اصحابهم الاخيار بتضحيات العلماء الابرار بدمائهم وصل الينا التشيع وزاد عدد الشيعه في العالم بعد ما كان عدد الشيعه ثلاثه بعد استشهاد سيد الشهداء عليه السلام الان الشيعه بالملايين نحن الان امه عظيمه عندنا موارد طاقه عظيمه عندنا موارد قوه عظيمه ولكن مشكلتنا اننا نرجع انفسنا الى الوراء ونتخلف عن الركب الحضاري العالمي بسبب الحماقه بسبب الجبن بسبب الشك لو تنزهنا عن هذه الامور لصرنا في مصاف الامم المتقدمه التي تمتلك القرار القرار العالمي يكون بايدينا مو فقط القرار الاقليمي انا ما احكي عن انا مو اتحجر واحجم واقزم فكري فاقول احنا بس اللي نريده ان يكون القرار في العراق بايدينا شنو العراق وشنو قيمه العراق حتى احنا نقول بس العراق القرار يكون بايدينا مثلا لا ولا تقول هم بالخليج ولا تقول بالشرق الاوسط قول القرار العالمي يجب ان يكون بيد الشيعه فليكن طموحك عاليا واسعا متقدما حتى تمتلك العالم اليهود هكذا فكروا فالقرار العالمي الان بنحو او باخر يمر عبر المفاصل اليهوديه اليهود يتحكمون بالقرار العالمي احنا ليش ما نتحكم؟ احنا اقوى من اليهود احنا اقوى من اليهود من جهات عديده شنو بينا شنو مشكلتنا هاي الامراض الموجوده بينا عندنا جبن عندنا حماقه ام خليتنا هالشكل نتراجع عدم ترتيب للاولويات جيدا مناسبات شهادات الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام نجتمع في المجالس لا نفهم الائمه الاطهار ولا سيره الائمه الاطهار ولا نحاول ان نجري انعكاسات من سيرهم الطاهره على واقعنا المعاصر حتى نشوف العلاج المعصومي للازمه الكذائيه، المشكله الكذائيه ما هو؟ كيف هو؟ هذا مو موجود. هذا التشخيص ما موجود. فلذلك احنا متاخرين ما فهمنا ولا شيء. احنا في ذكرى زين العابدين عليه الصلاه والسلام والإمام زين العابدين وضع علاجات من أروع العلاجات لهذه الأمراض المتفشية فينا وخاصة مرض وداء الحماقة هذا لأنه إحنا عندنا مشكلة كبيرة في أنه كيف ومن نتبع مشكلة القيادة الآن كثير منكم سألوني عن هذا الموضوع تعرفون عندنا مشكلة قيادة صراحة إنه إذا تكون القيادة غير متفهمه وان كانت تقيه بره ولكن غير متفهمه لقانون من اين تؤكل الكتف فشنو اللي يصير ضياع للاولويات بعثر للجهود فنتخلف ونتراجع الى الوراء وكثير من القيادات اللي موجوده اللي تطرح نفسها هي ما هي بقيادات اصلا مؤمنه وتقود الناس الى الهلاك باسم التشيع هذا يحتاج الى مراجعات ايها الاخوه، مراجعات فكريه تشخيصيه، ورش عمل فكريه حتى نستطيع ان نوجه الامه جيدا، والعلاجات كلها موجوده عند الائمه الاطهار عليهم السلام. الليله ادركنا الوقت ما نستطيع ان نسهب، لعله غدا ان شاء الله ان التقينا واياكم هنا ان شاء الله ايضا في البث المباشر، ان شاء الله نشخص ونذكر بعض علاجات زين العابدين عليه الصلاه والسلام لهذا الداء. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين